ناخد اول مثال معنا كده. لو انا جبت لك اول حاجه فور بار ميكانيزم عادي، فور بار ميكانيزم ده عباره عن الايه اهو، هو ده البي، هو ده السي، هو ده الدي. ركز بقى كده معايا ونشوف هنطبق اللي احنا قدامنا شويه في الكلام ده ازاي. ايه المطلوب في المساله دي يا شباب؟ المطلوب بتاعي قول لي كده لوكيت اول اي سي، ده اول مطلوب عندي. رقم 2 احسب لي سرعه البي، احسب لي سرعه السي، واحسب لي كمان مثلا احسب لي الاوميجا بتاع البي سي، ها، او احسب لي الاوميجات. بس اهم حاجه عنده مين؟ اهم حاجه عنده الفيهات مش الاوميجات. سيب الاوميجا بي سي وكمان الاوميجا سي دي. شوف هنحل الكلام ده ازاي. خطوات المساله، رقم 1 يا شباب هعيد رسم الميكانيزم تاني في كراسه الاجابه زي ما احنا متعودنا، بسكيل اسمه كي ال زي ما اتعودنا، صح كده؟ رقم 2 يا شباب احدد عدد المراكز اللحظيه، يبقى اقول له في الحل كده رقم 1 اهوت احسب الان، اقول الان تساوي ان في ان ناقص 1 على 2 هيساوي، ها؟ يبقى انا عندي هنا اربع لينكات، هعد كده اداه 1 اداه 2 اداه 3 اداه 4. وخد بالك برضو المسائل دي في الامتحان هتجي لك اللينكات هو مسميها لك، تمام كده؟ عشان العدد يبقى مظبوط معاك. يبقى انا عندي هنا مفروض 4 مضروبه في 3 على 2 يطلع لي هنا 6 مراكز لحظيه. بس في حاجه بقى، هل المراكز دي يا شباب لها انواع؟ اه طبعا لها انواع. قال لك اول نوع عندي اللي بسميه فيكسد انستانتينوس سنتر، ده اول نوع عندي. النوع الثاني يا شباب بسميه بيرمننت. النوع الثالث يا باشمهندسين بسميه ها نايزر فيكسد نور بيرمننت. الناس اللي شاطرين في الانجليزي نايزر نور معناها ايه؟ معناه لا ده ولا ده، صح كده؟ يبقى ده المفروض اللي هيتعبني في المساله، اللي هو بنسميه المركز اللحظي اللي بعيد عن اللينكات. طب نيجي اول حاجه تعريف الفيكسد. ايه تعريف الفيكسد يا شباب؟ مركز الفيكسد يعني ايه؟ قال لك هو مركز ثابت مع الارض، اللينك عندي ما بيغيرش مكانه خالص بالنسبه للمركز ده، يبقى الفيكسد ده مركز ثابت مع الارض ما بتغيرش مكانه. زي مين يا شباب؟ زي الاي والدي. طب هسميهم ازاي في المساله عندي بقى؟ فاكر لما كنا بنسمي القوه بتاعه الفورس اناليسيس، مش كنت بسميها مع لينك 1 و2 و3 و4 وهكذا؟ هنسميها برضو هنا. بص هنسميها ازاي؟ هقول ده سميه اي اختصار انستانتينوس، ها؟ اي 1 2 ده يبقى اسمه ايه يا شباب؟ اي 2 3 ده يبقى اسمه ايه؟ اي 3 4 ها؟ ده اسمه ايه؟ اي 1 4. لو انت سميتها 1 4 4 1 مش فارقه، بس كانت بتفرق معانا فين؟ في الفورس اناليسيس، خد بالك من دي. طيب جميل. بالنسبه للفيكسد يا شباب يبقى انا عندي هنا اقول له ايه؟ ها؟ اي 1 2 ها؟ واي 1 4 دي المراكز الثابته. كده عرفنا الفيكسد. طب نيجي تعريف البيرمننت. يعني ايه تعريف البيرمننت يا شباب؟ البيرمننت ده اعرفه ازاي؟ قال لك هو مركز ثابت بالنسبه لللينك بس بيتحرك مع مين؟ مع تحرك اللينك. يعني المركز ده ما بتغيرش بالنسبه لللينك نفسه بس بيتحرك مع مين؟ بيتحرك مع اللينك رايح جاي، مش ثابت مع الارض، بيتحرك مع اللينك. تقدر تقول لي زي مين؟ زي اي 2 3 ها واي 3 4. يبقى ده اي 2 3 ها واي 3 4. لا يبقى انا كده عندي المفروض انا حاسب 6 مراكز، يبقى انا لسه عندي مركزين مش عارف اجيبهم. اجيبهم ازاي بقى؟ قال لك الخطوه الثانيه من المساله ها هتقول ليست اوف اول اي سيز، هتكتب كده 1 2 3 4، هتعمل كومباينيشن ما بين كل لينكين. مش كينيدي قال كده في النظريه بتاعته؟ يبقى انا المفروض عندي 1 مع 2 هيديني المركز الاول 1 2، 1 مع 3 ادا 1 3، 1 4 ها اللي بعده يا شباب 2 مع 1 انا جبته خلاص، صح؟ يبقى اللي بعده مين؟ 2 3 ها 2 4. طب اللي بعده 3 4، طبعا 4 مع 4 ما ينفعش، يبقى دي المراكز اللي عندي. طيب يبقى اول خطوه الموضوع بسيط جدا جدا، دي اسهل من السرعات العاديه. اول حاجه جبت عدد المراكز. رقم 2 ها حددت منهم مين؟ الفيكسد والبيرمننت، ولسه لي بس مين؟ النايزر نور مش عارفه. طب بعد كده اعمل ايه؟ اعمل ليست بكل المراكز اللي المفروض اجيبها. لازم طبعا يطلعوا سته، ده مفروض ها المسطره بتاعت الاصليه بتاعتي واحدد المراكز. انا عندي هنا في الرسمه مين يا شباب؟ 1 2 بنسميها الفيجواليز سنتر، اللي المفروض السنترز اللي انا شايفها بعيني. شايف بعيني كام؟ 4. 1 2 شايفه ها؟ 1 4 شايفه، و2 3 ها؟ و3 4. يبقى مشكلتي في مين يا شباب؟ 1 3 و2 4. لحد دلوقتي في مشاكل يا شباب؟ الموضوع سهل جدا اهو. طيب نجيب بقى المراكز دي ازاي؟ قال لك بقى طبق نظريه كينيدي. قال لك الكومباينيشن ما بين ثلاث لينكات يبقى المراكز بتاعتهم على ايه؟
على استقامه واحده. تعال نعمل بقى السيركل دايجرام. الخطوه الثالثه اهو، الخطوه الثالثه ها السيركل دايجرام. طبعا خد بالك الكلام ده احنا بنطبقه في مين؟ في الفور بار ميكانيزم. هناخد بقى مسائل اكبر من دي شويه كمان. حضرتك هتيجي في الامتحان ترسم دايره، مش بسكيل ولا اي حاجه، دايره كروكي كده بس برضو مش بايدك، بايه؟ بالبرجل، بس مش بسكيل ولا حاجه. انت عندك هنا كام لينك في المساله دي؟ أربعة. هتقسم الدايرة أربع نقط أهو، أدا نقطة رقم واحد، أدا نقطة اتنين، ها أدا نقطة تلاتة، أدا نقطة أربعة. بس ملحوظة بقى وأنت بتسمي النقط دي خليها كلها في اتجاه واحد، يعني ما تقولش واحد اتنين تلاتة أربعة، خليها دايما إيه؟ ها في اتجاه واحد بالمنظر ده. هوصل اللينكات مع بعض. بص بقى كده، قال لك الخط السوليد ما بين كل نقطتين ده بيمثل مركز موجود. الخط السوليد ما بين نقطتين اي ثلاث مراكز هنا في المساله دي هيكون على استقامه طبقا للنظريه بتاعه كينيدي، عشان انا بشتغل مراكز لحظيه. طيب انا عندي هنا واحد واثنين بينهم مركز يا جماعه، صح كده؟ يبقى اوصل عندي واحد اثنين، وعندي كمان ايه؟ اثنين ثلاثه، ها؟ وثلاثه اربعه، وواحد اربعه. مشكله عندي في مين؟ في واحد ثلاثه. اجيب واحد ثلاثه ازاي؟ قال لك هوصل واحد بثلاثه، هوصل واحد بثلاثه. مش الراجل ده قال لك الكومبينيشن ما بين ثلاث لينكات بتيجي عن طريق ثلاث مراكز على خط واحد؟ او هتلاقي واحد ثلاثة ده ضلع مشترك ما بين مثلث فوق ومثلث تحت. المثلث ده واحد اثنين واثنين ثلاثة، مش تبقى ده النظرية يا جماعة. يبقى الاي واحد اثنين والاي اثنين ثلاثة والاي ثلاثة واحد على استقامة واحدة. يبقى نعمل الكلام ده، اروح على واحد اثنين واروح على اثنين ثلاثة، ادا واحد اثنين اهو وادا اثنين ثلاثة اهو، وامد الخط اللي بيمدهم ايه؟ امد الخط ده على استقامته كده، الخط اللي بيجمعهم مع بعض. يبقى الخط ده محل هندسة لمين؟ لاي واحد ثلاثة. طيب بص كده معايا، واحد ثلاثة ده برضو الوتر بتاع المضلع ده او بتاع المضلع الثلاثي ده المثلث. واحد اربعة مع اربعة ثلاثة مع واحد ثلاثة يكون على استقامة واحدة، ادا واحد اربعة مع اربعة ثلاثة. امد الخط ده على استقامته كده لحد ما يقطعوا بعض. قطعوا بعض في ايه يا شباب؟ اي واحد ثلاثة. مبروك عليك، جبت اول مركز لحظي هيفيدنا في السرعات. طب ملاحظ حاجة كده من بعيد؟ مش ملاحظ ان اللينك بتاع البي سي ده كأنه بتحرك بالنسبة للمركز ده؟ المركز ده هو ايه؟ يعني كان ده قدام المركز ده بيتحرك بالنسبه له كده، يبقى ده المركز اللي بيدور اللينك ده او بيحركه. احنا قلنا في اول السكشن ايه؟ لما حركه ترانسليشن بيور او روتيشن بيور او ترانسليشن زائد. انا ما اعرفش بقى الكومبينيشن ده جت ازاي، ما اعرفش بقى ده لوحده ولا ده لوحده ولا الاثنين مع بعض. فالمركز ده بيريحني، بيحرك لي اللينك ده الحركات دي كلها مع بعض. يبقى انت برضو اللينك ده الاوميجا بتاعته منسوبه لمين؟ للمركز ده. وسرعه النقطه دي مع سرعه النقطه دي منسوبه برضو لمين؟ منسوبه للمركز ده. طيب جبت واحد ثلاثة، ادا واحد ثلاثة اهو، عاوز اجيب ايه يا شباب؟ اتنين اربعة. تعال نفس الكلام برضه، ادا اتنين اربعة. اتنين اربعة ده ضلع مشترك ما بين المثلث، واحد اربعة واحد اتنين، اجي على واحد اربعة واحد اتنين اهو، ادا واحد اربعة اهو واحد اتنين، امدهم على استقامتهم كده. طب نيجي بعد كده اتنين اربعة مفروض ما بين اتنين ثلاثة وثلاثة اربعة، ادا اتنين ثلاثة وثلاثة اربعة، امد ده على استقامته كده. يتقطعوا مع بعض فين يا شباب؟ اي ها اي 2 4. مش ملاحظ برضو ان اي 2 4 ده قدامه اللينك مفروض اللي اسمه 2 وقدامه اللينك 4، صح كده؟ بس في حاجه بقى ملحوظه مهمه جدا. لو انت بتنسب سرعات لمراكز وكان اللينك ده متوصل بمركز فيكسد، الافضل تنسبه لمين؟ للفيكسد، انه ده ثابت ما بيتحركش، صح كده؟ يعني المفروض اللينك ده كاوميجا هشتغله بالنسبه لده ولا بالنسبه لده؟ بالنسبه لايه افضل؟ عشان ده مركز ثابت ما بيتحركش، ما بتغيرش معايا. نفس الكلام مع مين؟ مع السنين. بس لو انت عندك بقى مركز لحظي في الهواء واللينك ده كمان برضه في الهواء، تنسبه لمين؟ للمركز ده. تاني. دلوقتي انا عندي الاي 2 4 مفروض قدامه اللينك ده وقدامه اللينك ده، صح كده؟ ده مركز لحظي بالنسبه لهم. بس اللينكات دي اساسا متثبته مع مركز ثابت، صح كده؟ يبقى الافضل اللي انسبه لمين؟ انسبه للثابت، هتطلع لي الارقام بتاعته ادق. خد بالك من حاجه، انا بكرر تاني من اول السنه، الطرق بتاعتنا كلها جرافيكال سوليوشن مش اناليتيكال، الطرق دي كلها طرق تقريبيه للحل. يعني مثلا لو السرعه الحقيقيه 65 دي بتطلع لك مثلا 60، طلع لك 70، رقم قريب منين؟ من السرعه، بس مش رقم صح. الرقم الصح بيجي منين؟ من الطرق الحسابيه. الطرق الحسابيه بتطول، الجرافيكال ايه يا شباب؟ بينجز معايا وبيجيب لي الحل تقريبا هو. لو انت قارنت في الامتحان ما بين الطريقه دي وطريقه الريلاتيف فيلوستي ميثود، الاثنين برضو مش هيطلعوا زي بعض، هيطلع برضو ايه؟ بينهم رينج للخطا عندي، تمام؟ بس كلهم قريبين منين؟ من الحل. خد بالك ممكن في الامتحان يجي لي مساله زي الفور بار ميكانيزم ده او مساله سهله شبهه ويقول لك حلها بطريقتين. يعني تبقى مساله السرعات والعجلات عباره عن ايه؟ سرعات مرتين، حلها بالطريقه دي مره وبالطريقه دي مره.
تمام؟ طيب احنا كده خلصنا وجبنا اول مطلوب. نيجي للمطلوب التاني، اجيب السرعات ازاي بقى؟ بص سهلة جدا. لو احنا بدأنا كده وقلت معادلة رقم واحد اهي، لو قلت عاوز اجيب في بي كنت بتجيب في بي الاول ازاي؟ طبعا المسألة هنا عطيني الاوميجا، دي اسمها اوميجا 2، واوميجا 2 دي معلومة جيفن في المسألة. مش كنت بجيب في بي عبارة عن الاوميجا 2 في الار، والار احنا عرفناه ازاي؟ المسافة من النقطة اللي بتتحرك للمركز اللي لينك بيدور بالنسبة له، صح كده؟ وده برضو المفهوم اللي انا هطبقه مع مين؟ مع المراكز الباقية. يبقى كأني بقول في بي بتساوي اوميجا 2 ها في المسافة من الاي للبي. مش المسافة دي يا جماعة ممكن اكتبها كده اي 1 2 اي ها 2 3 كمسافة خطية، صح؟ جميل. الصورة دي اللي بتكتب في الكتاب معانا. طيب مش المسألة دي يا جماعة الاوميجا 2 معلومة والفي بي هي اللي مجهولة؟ يبقى كده اعرف اجيب ايه يا شباب؟ اعرف اجيب في بي. حد عنده مشكلة في دي؟ طب نيجي للي بعده. مش نقطة البي يا شباب هي عبارة عن نقطة مشتركة ما بين اي بي وما بين بي سي؟ مش انا عن طريق البي جبتها عن طريق الاوميجا 2 بتاع اللينك ده؟ طب ايه المنع لما تقول الاوميجا بتاعة اللينك ده مربوطة من كمان بمين؟ بس بالنسبة لمين؟ للمركز اللي اسمه اي 1 3. بص هكتبها ازاي؟ يبقى اقول المعادلة رقم 2 بتساوي، هاخد المعلوم هنا في بي هيساوي، هيبقى المرة دي اسمه اوميجا 3 بتاع اللينك 3 مضروبة فيه. مش انت لو خدت الاوميجا الار بتاعك المسافة من المركز لحد النقطة اللي انت شغال عليها، المرة دي المركز بتاعي مين يا شباب؟ يبقى انت تقول المسافة اللي اسمها اي 1 3 لحد نقطة البي اللي اسمها اي 2 3. مش انت عندك في المسألة الأطوال دي كلها معلومة؟ بس خد بالك من حاجة، الغلطة اللي بتحصل في الامتحان ايه بقى؟ البهوات بينسوا يضربوا في الكي ال، بيقيس من على الرسمة وينسى يضرب في مين؟ خد بالك الكي ال ده ما تنساهوش، تمام؟ لو قدرت ترسم الرسمة من غير ما تعمل سكيل خالص يبقى أفضل، عشان ما ايه؟ ما تنساش في الامتحان، إذا كانت الأرقام مناسبة طبعًا. يبقى المسافة عندي يبقى في بي دهيت مشترك ما بين الضلع ده والضلع ده. بنيت عليه جبت منه أو جبت سرعته عن طريق الأوميجا 2، وخدت السرعة دي اللي كانت مجهولة خدتها كمعلوم بالنسبة لي عشان أجيب مين؟ الأوميجا 3. يبقى انت عندك الفي بي معلوم، تعرف تجيب هنا مين؟ اوميجا 3 في المساله دي. بالمثل بقى يا شباب عاوز اجيب سرعه السي، ملوني كده اجيب سرعه السي ازاي؟ ها في سي تساوي ها اوميجا 3. انا ما اعرفش اوميجا 4، انا عاوز ابني على المعلومه اللي انا جبته من شويه. ها اوميجا 3 مضروبه في ايه يا شباب؟ في الاي 1 3 لحد نقطه اي 3 4 اهو. يبقى انت كده عندك الاوميجا 3 معلومه اهي، ها تعرف تجيب من هنا مين؟ تعرف تجيب من هنا الفي سي. طب بص بقى عاوز اجيب الاوميجا 4، اجيبها ازاي اوميجا 4؟ ها اقول هنا المفروض الفي سي تساوي هتبقى الاوميجا 4. ها طب ممكن تشتغل بالنسبه للمركز ده، هيطلع على فكره لو انت اشتغلت بالنسبه له ولو انت اشتغلت بالنسبه للمركز ده الاثنين هيطلعوا ارقام مختلفه عن بعض، بس الافضل والادق مين يا شباب؟ انسب للمركز الثابت عشان ده ثابت عندي. يبقى اقول هنا في سي هتساوي الاوميجا 4 مضروبه في ايه يا شباب؟ مضروبه عندي في المسافه دي اللي اسمها اي 3 4 لحد اي 1 4. كده عندي اوميجا 4 في سي معلومه، اعرف اجيب ايه يا شباب؟ اعرف اجيب اوميجا 4 عندي. مساله صعبه يا شباب؟ مش صعبه خالص، هي بس نمشي بالخطوات اهوت بالمنظر ده، وايجاد السرعات في الاخر ده اسهل حاجه، مجرد هعمل بس ايه؟ همشي كده بالترتيب المعلومه عندي وابني عليه المجهول وهكذا لحد ما اكمل مساله تانية. طيب نشوف بقى مسائل تانية كده، نشوف بس. لا اتجاه الاوميجا سيبك اتجاه الاوميجا. لا سيبك اتجاه الاوميجا، اتجاه الاوميجا يبقى معايا بس في السرعات العاديه في العجلات. طيب لو المساله دي كانت جات لك في اعمال السنه كان الدكتور بس هيقول لك ايه لوكيت اول انستنتينوس سنتر، عشان عارف طبعا الموضوع بيطول يعني. تعال نشوف مساله كده، اول مساله معانا في الشيت ونشوف هنجيب المراكز اللحظيه ازاي. دي اول مساله في الشيت معانا. لو عندنا لينك بالمنظر ده كده ده عبارة عن الـ A، ده عبارة عن الـ B، ده C، ده D، ده E، ده
ده عبارة عن اتنين، لينك اتنين، ده لينك تلاتة، ده لينك اربعة، ده لينك خمسة، ده لينك ستة. ايه المطلوب في المسألة دي يا شباب؟ بيقول لي بس هات المراكز اللحظية مش اكتر من كده، ما تجيبش لا سرعات ولا حاجة. طبعا انت لو جبت المراكز اللحظية خلاص هتعمل زي ما احنا عملنا القوانين بترتيب كده وتجيبها عادي. بس اول حاجة نشوف طريقة حل المسألة، الخطوات بتاعتنا. اول حاجة بعمل ايه يا شباب؟ رقم واحد، ها، بعمل ايه؟ بحدد عدد المراكز، صح؟ بقول ان، ها، في ان ناقص واحد على الاثنين. طبعا بعد رسم الميكانيزم والكلام اللي احنا عارفينه ده، تعال نحدد عدد المراكز، ها، بيساوي المفروض عندك هنا كام لينك؟ عندك ست لينكات، ها، يبقى ستة في خمسة، ها، بسم الله ما شاء الله اللهم زيد وبارك، يعني عندي كام مركز هنا؟ 15 مركز. ربنا يديك الصحة ان شاء الله في الامتحان. هلف حوالين 15 مركز، عشان كده قال لي ايه؟ لوكيت اول انستنتينوس سنتر، وما قاليش حاجه ثانيه، كفايه عليا قوي كده، تمام؟ طبعا في مسائل ثانيه بقى، لو قال لي احسب سرعات حاجه، هقول لك في المساله اللي جايه ايه المراكز اللي تختارها وما تجيبش كل المراكز وتجيب منها السرعات. في فرق بين ده وده. يعني على سبيل المثال انا عندي مثلا 15 مركز، منهم سبعه قدام عيني وثمانيه المفروض اجيبهم. هل الثمانيه دول كلهم محتاجهم عشان اجيب السرعات؟ لا، ممكن احتاج ثلاثه بس. يبقى انا ممكن اجيب الثلاثه دول بس وهنشوف اختار مين فيهم واجيب منهم السرعات. ده لو قال لي احسب السرعات من غير حدد كل المراكز. ايه؟ حسب النقط اللي هو عاوز سرعتها، مش حسب السرعه، حسب النقط اللي هو عاوز سرعتها، تمام؟ طيب نيجي رقم اتنين يا شباب، هعمل الليسته بكل اللينكات اللي عندي. ده واحد، ده اتنين، تلاته، ده اربعه، ده خمسه، ده سته. طبعا دي اول خطوتين سهلين قوي، صح؟ ضامنين درجاتهم، صح يا شباب؟ اهم حاجه بس ما نغلطش في دي. ده واحد اتنين، ها، واحد تلاته، واحد اربعه، واحد خمسه، واحد سته. اللي بعدها، ها، اتنين تلاته، اتنين اربعه. شايفين المسائل سهله ازاي؟ تلاته اربعه، تلاته خمسه، تلاته سته، أربعة خمسة. خد بالك أنا اتلخبطت في البتاع ده السكشن اللي فات. خمسة ستة. طيب وده المسطرة بتاعتي بتاعت اللينكات. تعال بقى نشوف المراكز اللي عندنا، تعال نحددهم على الورقة بتاعتي. طبعا في الامتحان كل ده عليه درجات، ما تكسلش، ما تقولش المسألة صعبة وأسيبها وأمشي، الحاجات دي كلها عليها درجات. تعال نحدد المراكز مع بعض. ده هسميه إيه يا شباب؟ أي واحد اتنين. ده هسميه إيه؟ أي اتنين تلاتة. ده هسميه إيه؟ أي، ها، تلاتة خمسة. ده هسميه ايه؟ اي 3 4. وده هسميه اي 1 4. وده المفروض اسميه اي 5 6. هو فين 1 6 فين؟ فاكر لما رسمت سلايدر في اول السكشن وكان النقطتين بيروحوا الملا نهايه السرعه بتاعتهم؟ يبقى انت المفروض المحل الهندسي احنا خدنا اهو التيرنينج جير العادي اهو، كان ده المركز العادي اول حاجه خدناها. الطريقه الثانيه بتاع السلايدر بقى هنا يا شباب ارسمه ازاي؟ قال لك هتعمل خط عمودي على اتجاه الحركه، على اتجاه السلايدنج بتاعتك اهو. يبقى هتيجي هنا كده وتعمل خط ممتد كده اهو، وتقول هنا اي 1 6 ات ما لا نهايه. لازم اكتبها كده. بس خد بالك من حاجه، هل الارض موجوده في المكان ده بس ولا موجوده هنا وهنا كمان؟ في كل الاماكن. يبقى انت لو احتجت المحل الهندسي ده في اي مكان تنقله عادي له، تاخد موازي له عادي. ما هو بالنسبه للارض كلها. يبقى انت ممكن تحتاج الاي 1 6 هنا وممكن تحتاجه برده فين؟ في اي مكان عندك. على حسب، ها، على حسب مين؟ على حسب السيركل دياجرام. هتقول لي الكومباينيشن ما بين اللينكات ازاي؟ يبقى رقم ثلاثة هعمل السيركل دياجرام. يلا بقى عشان تساعدوني في دي كلنا بنتلخبط فيها. بص كده، انا عندي هنا كام لينك يا شباب؟ ست لينكات. هقسم الدايره دي ست لينكات. البهوات بقى اللي فاضيين في الامتحان يقول لك ستة يبقى مضلع سداسي، يبقى المفروض زاويه 120 درجه. احط بقى النقطه هنا واعمل برجل زاويه 120 درجه وضيع وقت في كلام فارغ. اعمل اي نقط. ده واحد اتنين، ها، انا مش فاضل لي البلاوي دي، لسه قدامنا بلاوي ثانيه، ها، اربعه خمسه سته. طيب تعال نشوف المراكز اللي قدام عينينا يا شباب. انا عندي اول حاجه المركز واحد اتنين. اجي على واحد اتنين اهوت، مفروض واحد اتنين ده عندي اهو، يبقى واحد اتنين اهو. طب نيجي بعد كده اتنين تلاته. اتنين تلاته موجود عندي، ادي اتنين تلاته، ها، تلاته اربعه. تلاته اربعه موجود يا شباب؟ 3 4 موجود، ادي 3 4 موجود، ادي 3 4. نيجي بعد كده 4 5. هل 4 5 موجود؟ مش موجود 4 5، خلاص ما ينفعش ارسم 4 5. طب نيجي بعد كده 5 6. 5 6 موجود اهو، ادي 5 6. 1 6 هتقول لي ده في المال النهائي، اقول لك مال النهائي بس مرسوم عندي، موجود عندي اهو، يبقى 1 6 موجود عندي. يبقى كده عندي هنا المفروض 1 6 موجود عندي. بس لسه في كمان مراكز انا نسيتها، صح؟ مين؟ 1 4. 1 4 اهو، مش لازم يكونوا كلهم ايه مع بعض كده، ده 1 4 اهو، ها، وكمان عندي 3 5، يبقى 1 4، وكمان عندي 3 5، ادي 3 5، ها.
يلا رجال ساعدوني كده بقى نجيب بقيه المراكز ازاي. شايفين خرجنا من المضلع اللي هو 4 أضلاع بتاع المساله اللي فاتت لمسائل الامتحان التابع. تفتكر ايه المركز اللي ابدا بيه؟ طيب مبدئيا كده انا بحدده بناء على ايه؟ بختار مركز نقطتين اوصلهم يعملوا لي ضلع، الضلع ده مشترك في مثلثين عشان ابني على قاعده كينيدي اللي قال عليه. طب مش لو انا اخترت 1 3 مش 1 3 ده يا شباب، يبقى الكومبينيشن بتاعتي ما بين 1 2 2 3 فين 1 2؟ هذا 1 2 اهو، وهذا 2 3، يبقى انا المفروض همد الخط ده كده على استقامته. هذا 1 2 2 3 تمام. وبعد كده عندي 1 4 و4 3 فين 1 4؟ هذا 1 4 اهو، فين 4 3 يا شباب؟ 4 3، يبقى انا المفروض امد ده على استقامته كده اهو. يبقى ده مين يا شباب؟ ده مركز اي 1 3. في مشكله في ده؟ تعال نشوف اللي بعده. اختار مين بعد كده؟ 1 5. خد بالك من حاجه، انت ساعات بتبني مركز جديد على مراكز ثابته عندك فيكسد او بيرمننت، وساعات بتبنيها على مركز لحظة انت جايبه. يعني مثلا اهو لو انا جيت اجيب 1 5، 1 5 ده ما بينه مين ومين؟ بص كده، ما بين المثلث ده اهو والمثلث ده اهو اللي فيه مين؟ 1 3 اللي انت جايبه. طب تعال كده نجيب 1 5 كده، 1 6 6 5، 1 6 6 5، ادي 1 6 وادي 6 5، يبقى المفروض على الخط ده كده. طيب 1 3 ها مع 3 5، فين 3 5؟ 1 3 ادي 1 3 اهو و 3 5، اوصل الاثنين ببعض اهو. يبقى التقاطع ده اداني مين يا شباب؟ اي 1 5، ادي المركز بتاع 1 5. طيب ايه المركز الثاني اللي اجيبه بعد كده يا شباب؟ 2 نجيب 2 4، تعال نجيب 2 4، 2 4، 2 4 ما بينه ومين ومين؟ 2 3 و 3 4، فين 2 3؟ ادي 2 3 اهو، فين 3 4؟ هو على الخط ده كده، يبقى الخط ده ممتد كده. طيب ادي 2 3 و 3 4، 1 4 1 2، 1 2 1 4، 1 2 اهو، فين 1 4؟ 1 4، يبقى المفروض اوصل ده كده اهو، اوصل ده كده. احنا قلنا المفروض على مين؟ 2 3 و 3 4، يبقى المفروض موجود على الخط ده، يبقى ده اي 2 4. في مشكله ان انا اكمل بقيه المراكز يا شباب؟ بنفس الكلام اعملها بالمنظر ده كده تمام. يبقى انت هتعمل خط وتبني عليه مثلثين وتجيب المثلثين بالمنظر ده. بس في حاجه عاوز اقولها لك بقى، انا ممكن اجيب المراكز برضو بمجرد النظر. ازاي؟ مش ملاحظ ان 1 3 ده هو امتداد 1 2 مع 2 3؟ مش لو انت شطبت الرقم المشترك في الاثنين هيطلع لك المركز ده؟ يبقى انت ممكن تجيبها بمجرد النظر. بص كده، 1 2 مع 2 3، يبقى الاثنين دول اكيد هيدوني 1 3 معايا. طب 2 3 ها و 3 4 مين المشترك فيهم؟ 3، رقم 3، يبقى هيدوني مركز 2 4. يبقى انت حتى لو تهت بس لازم طبعا في الامتحان ترسم دي كطريقه من الحل او كخطوه من الحل التاني. في مشكله في الكلام ده يا شباب؟ عاوزين نجيب مركز ثاني قبل ما نمشي في المساله دي؟ لو نقطه سي دي كانت واصله من 3 لينكات يبقى لها اي نقطه سي واصله ما بين 3 لينكات؟ اه كان اللينك سي دي ده لينك 3. لا انا مش هجيبها لك كده، ده اخرك كده ماشي. انا ليا نظره في المسائل. ليه؟ ان في مسائل مش هجيبها لك اكتر من درجه حريه واحده، فمسألة هجيب لك لينكات كاملة زي دي. حتى في الامتحان هتلاقي عامل لك اللينك ده كده، هتلاقي عامله لك بالشكل ده كده. الشكل ده معناه ايه؟ معناه انا بقول لك ان اللينك ده كله حتة واحدة مش بيتكسر. ده مش معناه سلايدر على لينك. معايا يا شباب؟ طيب امسح المسألة دي، نشوف مسألة تانية. طبعا انت ملاحظ ان المساله دي برضه بتاخد وقت كبير صح؟ كله بياخد وقت كبير صح؟ انتوا قدها وقدود يا شباب، قدها وقدود. طبعا انا ما سالتكوش عملتوا في امتحان اعمال السنه، ان انا طبعا مطمن يعني. الورق لسه والله يبقى فلتو يعني، لسه ما عملناش في حاجه. انا قلت المهندس ابراهيم انت قلقان من ايه؟ يعني اكيد كلهم جايبين درجات حلوه يعني. طب مستعجل على ايه؟ لسه بدري. افتحوش يعني خلاص؟ عشان كده حتى احنا ما جيناش نراقب عليكم، احنا مطمنين طبعا. طيب بص يا شباب، بص يا شباب، دلوقتي المسألة دي احنا المفروض خدناها اول سيكشن فور بار ميكانيزم، انت ليه جايبها تاني؟ اقول لك المفروض عشان اللينك 3 ده لينك ستراكشر صح؟
بس نقطه الايد اهي، الايد اجيبها ازاي؟ هتبقى عندي مشكله فيها ليه؟ انها ملهاش اي علاقه باي مركز لحظه. يعني انت المفروض المراكز اللحظيه قلنا لا اما فيكسد لا اما بيرمننت لا اما نايزر نور، بس كلها مراكز بتربط لينكين ببعض. هل نقطه الايه يا شباب رابطه لينك بلينك؟ لا، فدي مشكله. حتى فاكر في الوصلات كنت بعدها ولا لا؟ كنتش بعدها، عشان ايه؟ ما بتوصلش لينك بلينك. تعال ناخد خطوات الحل كده. اول حاجه عندي اجيب ايه يا شباب؟ ها، عدد المراكز مفروض ان في ان ناقص 1 على 2 هيطلع لي هنا كام؟ 6 مراكز. وطبعا الخطا الكبير بقى لو حد من حضراتكم عد مين؟ عد اللينك ده 3 لينكات، طبعا كل حاجه ايه هتبوظ منه. تمام؟ طيب بعد كده اقول 1 2 3 4، يبقى هنا 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 هنا 3 4، وده المفروض المراكز اللي عندي. طيب المراكز اللي موجوده عندي مين يا شباب؟ اي، ها، 1 4 هنا المفروض اي 3 4، ما عنديش هنا اي مركز. عندي هنا المفروض اي، ها، 2 3، وهنا اي 1 2. بالنظر كده مش لو مديت 1 2 و2 3 هيجيب لك 1 3، ولو مديت 1 4 و4 3 هيجيب لك مين؟ 1 3 برضو، ان الاربعة تشاف. يبقى انت المفروض لو مديت ده على استقامتها كده اهو، ومديت ده على استقامتها كده، ان شاء الله يتقابل ويجي لك مين؟ 1 3 ان شاء الله يعني. طيب نيجي بعد كده، المفروض عندي برضو نفس الكلام، 3 4 مع 2 3 يدوني 2 4، 1 4 مع 1 2 يديني 2 4، صح؟ من غير ما اعمل السيركل دياجرام. السيركل دياجرام اهي، ومفروض مضلع رباعي برضو. هذا 1 2 3 4، وده المفروض عاوز اجيب 2 4، عاوز اجيب 1 3. همد ده على استقامته كده اهو، وهمد ده برضو على استقامته كده، ها؟ جبت مين يا شباب؟ اي 2 4. ايه المطلوب في المساله دي؟ كان المفروض المعلومه عندي بيقول لي اوميجا 2 عطهاني، اوميجا 2 موجوده. تعال نعمل القوانين بتاعتنا بقى. هقول هنا المفروض اول حاجه اقول في بي هتساوي، ها، اوميجا 2 مضروبه في مين؟ مضروبه في اي 1 2، ها، اي 2 3. نفس الكلام بعد كده هنا هجيب مين؟ هجيب في بي، ها، بعد كده هقول في بي هتساوي، انا بعيد عشان ناكد على المعلومه دي، في بي هتساوي البي اصبحت مشتركه في اللينك 3، يبقى هتساوي اوميجا بي سي اللي هي اوميجا 3، ها، مضروبه في مين؟ المركز الجديد اي 1 3 لحد نقطه البي اهو، ممكن اكتبها برده كده. هنا جبت الاوميجا بي سي خلاص، ادي الاوميجا بي سي اللي هي الاوميجا 3. بعد كده اقولها في سي هيساوي الاوميجا 3 اللي هي الاوميجا بي سي مضروب في مين؟ مضروب في اي 1 3 لحد نقطه السي. وعاوز اجيب بعد كده اوميجا 4، هقول في سي هيساوي اوميجا 4 مضروب في المسافه اللي اسمها اي 1 4 لحد اي 3 4. ها، نيجي للسؤال تاني، اجيب نقطه الاي ازاي؟ الاي، طب مش نقطه الاي يا شباب الاوميجا بتاعتها هي نفس اوميجا بي سي اللي هي اوميجا 3، وبتلف برده بالنسبه للمركز ده. طب ايه المانع لما نعمل عمل ابيض كده مش عمل اسود، ها، ونوصل دي بدي، ها، يبقى ده مفروض الار الجديد بتاع مين؟ بتاع نقطه الاي. يبقى تقول له اذا لو عندي نقطه موجوده على لينك ثلاثي، هتقول اذا في اي هيساوي الاوميجا 3 اللي هي المفروض عليها النقطه دي او بتتحرك بالنسبه لها، مضروبه في ايه يا شباب؟ في اي 1 3 لحد نقطه مين؟ لحد نقطة الإي اللي أنا عاوزها. حد عنده مشكلة في الكلام ده يا شباب؟ طيب تعال نشوف بقى مسألة إيه؟ مسألة حمشة شوية. نختم بقى والختام مسك بمين؟ بمسألة حلوة كده؟ نحلها بالكامل؟ ونشوف هنتعامل معاها ازاي. بس طبعا انا عارف ان انتوا بتحبوا نوع من المسائل كده، فانا ايه هجيب لكم ايه النوع ده. فاكرين كرولوس؟ طبعا غنى عن التعريف. شايفين عمري عملته لما قلت لكم كرولوس؟ اه. ده عباره عن الايه؟ عبارة عن البي، عبارة عن السي، عبارة عن البي، عبارة عن ال. موجود يا شباب طبعا دي مسألة رقم 3 في الشيت. اوميجا 2 هنا عطاني بيقول لي 36 راديان بير سكند، بيقول لي هات لي هنا في بي 4 بكام والاوميجا 4 بكام. ركز بقى كده معايا، المسألة دي مسألة حلوة. ركز معايا. دلوقتي يا شباب بالنسبة
الشكل اللي قدامنا ده. انا عندي كرانك ده مثلا، ده 2 وده 3 وده 4 وده 5 وده 6. ده كانت تسميه اللينكات. قلنا في الامتحان هتجيلي متسميه، لو اعطيني اوميجا 2 واوميجا 3 وفي 4 والكلام ده يبقى اعطيني الارقام على الرسم. تمام. طيب دلوقتي مفروض احنا قلنا عندنا السلايدنج نوعين في المسائل بتاعتنا، سلايدنج على ارض ثابته وسلايدنج على ارض ايه بتتمرجح معايا صح، او لها اوميجا زي اللينك اللي قدامنا ده، يبقى ده سلايدر على لينك. طب تعال نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه انا عندي 6 لينكات، يبقى بدايه الحل بتاع اهوت. اول حاجه هجيب عدد المراكز اللي بتتحرك عند ان، فان ناقص 1 على 2. ها عندي كام لينك هنا؟ عندي 6، يبقى 6 في 5 على 2. ها اللهم زد وبارك. عندي كام مركز؟ 15 مركز. تعال نعمل الليسته بعدد المراكز. ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ادي 2 3 2 4 2 5 2 6. ضمننا كام درجه اهو؟ ادي 3 4 3 5 3 6 ادي 4 5 ادي 4 6 ادي 5 6. طبعا حدد المراكز اللي موجوده عندنا. طبعا فاكر انت كان عندي مشكله فين؟ في المنطقه دي دايما. ليه؟ كان عندنا كام نقطه يا شباب؟ نقطتين صح كده؟ نقطه اسمها بي على السلايدر وبي على مين؟ على اللينك. بس خد بالك انا باخد مركز لحظي، يعني باخد شكل قدامي على الشكل اللحظي ده. ممكن برضو صدفه في المساله دي يطلع بي سلايدر كسرعه هي نفسها مين؟ البي اللي برضو كسرعه، عادي مش مشكله، ده مراكز لحظيه على اللحظه اللي قدامي دي. طيب اما احنا كنا بنرسم على ريليتيف فيلوسيتي ميس، كنا بنرسم ايه؟ المحل الهندسي لمتجه السرعه ما بينهم، فكان ده لازم ارسم المحل بتاعي. بس هنا مش برسم فيلوسيتي دياجرام، انا بحسب قيم السرعات. طيب الخطوه اللي بعد كده، دي مفروض رقم 1، دي مفروض رقم 2، ها رقم 3 اعمل ايه يا شباب؟ اعمل السيركل دياجرام صح؟ ادي الدايره بتاعتنا اهي اللي احدد عليها. عندي مفروض 6 لينكات، ادي نقطه 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي 6. تعال نشوف المراكز اللي موجوده قدام عين. عندنا كام يا شباب؟ اي 1 2. طب نيجي هنا بقى، مش انت فاكر السلايدر كان شكله عامل ازاي؟ كان شكله عامل كده اهو، حاجه كده، وكان اللينك مربوط فيه من فوق من هنا صح؟ ده لينك 2 وده لينك 3، فانا عندي مركز هنا اسمه اي 2 3 واضح قدام عين صح؟ يبقى انا المفروض عندي هنا كده اي 2 3. المشكله عندك بقى في مين يا هندسه؟ في المركز اللي موجود جوه ده. مش ده يا جماعه سلايدنج على ارض يا شباب؟ طيب مش احنا خدنا القانون بتاعنا او طبقا لنظريه كينيدي، قلنا لو عندنا سلايدنج على ارض يبقى انا عندي المفروض المركز اللي علاقه اللينكين ببعض بيكون في الملا نهايه. طب انا هعملها ازاي بقى؟ مش انت واخد لحظي، يعني الميكانيزم ده ثابت قدام عينك؟ قال لك هتعتبر اللينك ده كانه ارض ثابته. يعني برضه عاوز تقول ايه؟ يعني عاوز اقول لك ان اي 3 4 هيكون في المالا نهايه، بس عمود على مين؟ عمود على اللينك ده، بس ده الجديد عندنا. يبقى عند الارض ده هتبقى الارض الجديده بتاعتي وعمودي عليه. يعني حضرتك هتيجي من هنا كده وتعمل عمودي بالمنظر ده كده اهو. العمودي ده على اللينك ده، هقول هنا اي 3 4 ات مالا نهايه. واتفقنا مع بعض ان اي 3 4 ده هتتنقل في كل الاماكن عادي على حسب انا محتاجها ولا لا. طيب نيجي بعد كده هنا اي ها 1 4، هنا اي 4 5، هنا اي كام يا شباب؟ 5 6، وعندي كمان 1 6 ارض ثانيه في المالا نهايه، بس عمود على مين؟ عمود على خط الحركه اهو. يبقى انا عندي هنا اي ها 1 6 ات مالا نهايه. نفس الكلام برضه اقدر انقله في اي مكان عشان اجيب المراكز اللي عندي. لحد دلوقتي في مشاكل يا شباب؟ طبعا حدد المراكز اللي موجوده عندي. انا عندي مفروض 1 2 موجود صح كده؟ 1 2، وعندي كمان مين؟ وعندي 2 3، وعندي 3 4 موجود، و4 5 موجود، و5 6. الغالب في المسائل بيكون دايما اول صف في كل معلومه عندي انه عباره عن ايه؟ مراكز ما بين اللينكات كلها، اللينكات اللي هي المفروض الاساسيه عندي. طيب يبقى انا عندي 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6، 1 6 كمان موجود عندي، يعني 1 6 كمان موجود عندي. طيب واحدة واحدة بس، لو انت لاحظت المسألة اللي فاتت كان الضلع ده مش موجود بتاع 4 5، كنت ممكن اجيبه عادي برضو عن طريق مثلثين عادي. طيب خد بالك برضو مش لازم يكون اللينك ده يعني ما بين مثلثين، ممكن يبقى على ضلع مشترك في مثلثين، يعني ممكن يبقى المثلثين كده فاهم؟ ممكن يبقى المثلثين كده كده،
يعني الضلع ده اللي انت عاوزه يكون ما بين المثلث ده والمثلث ده، انت فاهمني؟ مش لازم يكون ما بين ايه مثلثين عادي. ده كان هيجي المساله اللي فاتت، الضلع ده كان هيجي بالطريقه دي، ما بين مثلث كده وما بين مثلث كده. طيب نكمل مع بعض. عندي كمان 1.6، سوري عندي كمان كام؟ 1.4. عندها 1.4 اهو، 1.4. لسه عندي مراكز ثانيه يا شباب. يبقى عندي 1.2 و2 3 و3 4 و4 5 و5 6 و1 6 و1 4. ما عنديش حاجه ثانيه. طيب تعال نجيب بقى المراكز مع بعض. نختار اول مركز نجيبه ايه يا شباب؟ نهو اللي في المال النهايه. طب واحده واحده كده، مش انا عندي الحته دي قلنا قبل كده فيها وسطتين صح كده؟ واصله ما بين 2 و3، واصله ما بين 3 و4. لو 2 و4 لمسوا بعض ينفع؟ ما ينفعش، ده فوق خالص وده جوه الايه، جوه الصندوق اللي بيتحرك ده، ما ينفعش كده، الميكانيزم واقف على الحركه. طيب يعني ده اسمه 3 4، ده 3 4، 3 4. طيب تعال مع بعض كده نجيب اول حاجه المركز 1 3. خد بالك المشار دايما 1 3 و2 4، دول اول مركزين تجيبهم. ادي 1 3، تعال نجيب 1 3. 1 3 ما بين مين ومين يا شباب؟ 1 2 و2 3. ملاحظ برضه شايف كده 1 2 و2 3، المشترك ايه؟ هيبقى 1 3 ما بينهم. 1 2 و2 3، ادي 1 2 اهوت وادي 2 3، يبقى مفروض على الخط ده كده صح يا شباب؟ يعني مفروض على الخط ده كده. طيب مفروض كمان ما بين 1 3، سوري ما بين 1 4 و4 3. فين 1 4؟ ادي 1 4 و4 3. فين 4 3 يا شباب؟ في المالا نهايه. يبقى انا اجي عند 1 4 واعمل ها الخط ده ممتد المالا نهايه، عمود على ده كده، واقول هنا اي 3 4 ات مالا نهايه. طيب ملحوظه كده او معلومه ثبتها في دماغك، لو انت بتنسب لحد في المالا نهايه بتروح عند المركز اللي قدام عينك وترسم من عنده المالا نهايه دي. يعني ايه؟ يعني بقول 1 4 و4 3، مش 4 3 ده يا شباب اللي في المالا نهايه؟ يبقى انت تروح عند 1 4 وترسم من عنده 4 3، ما تلخبطش نفسك. يبقى انا اهو هروح عند 1 4 وارسم 4 3، هيتقاطع مع ده، اداني هنا مين يا شباب؟ اي 1 3، يبقى عنده اي 1 3. مش ملاحظ ان اي 1 3 ده المركز اللي قدام اللينك اللي اسمه سي بي صح كده؟ اللينك ده اهو سي بي، مش ده يا جماعه بيدور بالنسبه 1 3؟ وخد بالك برضو سي بي دي بالنسبه مين كمان؟ للمركز الثابت اللي اسمه مين؟ اللي اسمه سي، ممكن اجيبهم بالنسبه له معايا. طيب نجيب بعد كده 2 4، ادي 2 4. 2 4 ما بين مين ومين يا شباب؟ 2 3 و3 4، ادي 2 3 اهو، و3 4 فين؟ في المالا نهايه، يبقى على الخط ده كده اهو، يبقى الخط ده كده ممتد عليه نفس الخط. طيب وكمان 2 4، 1 2 و1 4، 1 4 اهو، فين 1 2؟ 1 2 اهو. يبقى انا المفروض همد ده على استقامته كده لحد ما يقطعوا بعض اهو، يبقى ده المفروض اي ها 2 4. ملاحظ ان اي 2 4 ده قدام اللينك 2 وقدام برضو اللينك اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه سي بي. عندي مراكز كتيره جدا، تعرف تجيب السرعات من اي حته. طيب نيجي بعد كده ها، خلينا نجيب 4 6. 4 6، 4 6 ما بين مين ومين يا شباب؟ 1 6، مش 1 6 ده يا شباب في المالا نهايه؟ يبقى انت تروح عند 1 4 وترسم من عنده مين؟ 1 6. اجي عند 1 4 اهوت وهرسم الخط ده كده اهو، يبقى اقول هنا اي 1 6 ات مالا نهايه. انت معايا ان المساله سهله بس محتاجه ايه؟ تركيز شويه صح؟ محتاجه تركيز مع توتر الامتحان، يبقى انت تهدي نفسك كده والمساله سهله جدا. يبقى انا عندي هنا 1 6 و1 4. طيب نيجي بقى 5 6 و4 5، 5 6 و4 5. يبقى انا المفروض امد ده على استقامته كده اهوت، يبقى ده مين يا شباب؟ ده المفروض اي 4 6. طيب تعال نجيب كمان مركز، تعال نجيب المركز اللي اسمه 1 5. تعال نجيب 1 5 ها، مش 1 5 ده ما بين 1 6 و5 6؟ هو مرسوم عندي اهو. طيب نيجي بعد كده 1 4 و4 5، 1 4 و4 5. يبقى انا المفروض امد ده على استقامته كده صح؟ اهو اهو ان شاء الله يتقطعوا فين؟ وكده ان شاء الله. طبعا انا اليقطه ما تسمحليش اطلع في المكان اللي فوق. يبقى انا عندي هنا اي 1 5، يبقى هو المركز بتاعنا اهو اهو اهو، عشان الناس اللي بتشكك في المركز بتاعنا، هذا المركز بتاعنا 1 5. طب بص بقى كده، فاكر لما قلت لك من اول السكشن او من شويه قلت لك ان انا المفروض لو طلب مني كل المراكز لازم اجيبها كل المراكز صح؟ طب لو طلب مني سرعات، هو ما طلبش كل المراكز، لو طلب مني سرعات اجيب المراكز اللي تجيب لي السرعات دي، بس مش لازم اجيبهم كلهم. انت لحد دلوقتي خلاص مش محتاج حاجه ثانيه. يبقى انا اخترت المراكز اللي مفيده عندي. بلاحظ ان اللينك 2 قدامه
2 4 ومعاه المركز الاصلي بتاعه. وملاحظ ان اللينك الكبير ده اللي اسمه 4 ده الجزء منه بالنسبه لاي 2 4 وبالنسبه للسي، واللينك ده برده الحته الصغيره ده بالنسبه لمين؟ ل 4 6 صح كده. واللينك 5 بالنسبه لمين؟ خلاص انت مش محتاج حاجه ثانيه. تعال نجيب بقى السرعات المطلوبه مني. هو عاوز سرعه في بي 4. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حاجه اسمها في بي 4؟ يعني الله ينور عليك، الله ينور عليك، برافو عليك. بص كده، مش انا كنت بسمي ده بي اس وبي ال؟ مش انا ممكن اسميها بي 2 وبي 4 اهو؟ يبقى التسميه بتاعت الامتحانات اهي. يقول لك في بي 4 معناها كانها بتساوي في بي لينك. طب اجيبها ازاي؟ امشي بالترتيب معانا في قوانيننا اهو، واحده واحده وساعدوني كده. رقم واحد، لو ده الاوميجا بتاعته معلومه اوميجا 2، يبقى اقول هنا في بي 2 صح يا شباب؟ عشان بالنسبه لمين الاوميجا 2؟ في بي 2 هيساوي، يبقى هيساوي اوميجا 2 مضروبه في المسافه اللي اسمها الاي بي اللي هي اي 1 2 ها؟ اي 2 3، اوعى تقول 3 4 هتبوظ الدنيا كده. طيب نيجي بعد كده، مفروض اوميجا 2 معلومه، كده اقول هنا في بي اصبح معلومه عندي بس في بي 2. طيب نيجي بقى الجديد والغلس في المساله الغريبه دي برضو. مش انت كنت بتجيب الاوميجا او بتجيب الفي من المعادله رقم 1 وتبني عليها معادله رقم 2؟ لا مش هينفع هنا برضو. انت عاوز تجيب في بي 4، في بي 4. هتقول لي استنى استنى استنى، هو انت ليه ما بتجيبش في بي 4 معتمد على في بي 2؟ اقول لك الاثنين ما لهمش علاقه ببعض، الاثنين منفصلين عن بعض. هم انا عارف المحل الهندسي لسرعتهم، بس هم الاثنين ما لهمش علاقه ببعض، هم لهم علاقه كاتجاه بس، والاتجاه ده فادني في مين؟ في متجه السرعات، بس انا ما عنديش متجه سرعات. يبقى قال لك هنا برضو الفي بي 4 هتبنيها على مين؟ على سرعه اوميجا 2، بس اوميجا 2 بالنسبه لمين يا شباب بقى؟ اي 2 4. طب انت اشمعنى اخترت المركز ده ليه؟ مش المركز ده ما بين 2 و4؟ يعني مشترك ما بين ايه؟ ما بين الضلعين ال 2 و4. يبقى ده التركه في المساله ده، هتقول هنا في بي 4 هيساوي اوميجا 2 تاني ها؟ بس بالنسبه لايه يا شباب؟ اي ها؟ 2 4 اي ها؟ 3 4. بس برضه المفروض ما اقولش 3 4، المفروض اقول لحد مين؟ لحد نقطة البي أفضل، عشان 3 4 ده فين؟ أنت وصلت لما لا نهاية إزاي؟ جبتها إزاي دي؟ مفيش عندي ما لا نهاية صح كده؟ يبقى عندي هنا أي 2 4 لحد مين؟ لحد نقطة البي. يبقى أنت كده أول واحد وصلت لما لا نهاية، تمام كده؟ طيب، يبقى أنا كده يا شباب عندي أوميجا 2 معلومة ها؟ كده أعرف أجيب إيه يا شباب؟ في بي 4 عرفت أجيبها عندي. يبقى تاني تركة في المسألة دي، أول حاجة عندي إن المركز بتاع السلايدر اللي بتزحلق على لينك، اعتبر اللينك اللي بيتحرك ده أرض ثابتة، وهعمل عمودي عليها اتجاه مين؟ اتجاه المركز. دي أول تريكة عندي، أول حاجة عرفتها. الحاجة الجديدة عندي يا شباب، اللي أنا كنت متعود بجيب حاجة من المعادلة رقم 1 وأبني عليها معادلة رقم 2، لا المرة دي عندي أوميجا واحدة هبني عليها كم سرعة؟ سرعتين. هم عشان الاتنين دول أصلاً منطبقين على بعض في الصورة اللحظية دي، فسرعتهم هتكون قريبة من بعض برضه. فأنا بنيت على أوميجا 2 وأوميجا 2، بس إيه الاختلاف اللي عندي بقى يا شباب؟ ان اوميجا 2 الاولانيه مربوطه بمين؟ بالمركز الثابت، بس الثانيه يا شباب عشان اجيبها اجيبها بالنسبه لمين؟ اي 2 4، عشان ده لينك 4 مع لينك مين؟ مع اوميجا 2. يبقى كاني خدت الاوميجا بتاعت 2 مع مين يا شباب؟ مع المركز اللي علاقه ب 4. فهمنا يا شباب كده؟ بقيت المساله خلاص سهله بقى، تعال نكمل كده مع بعض. عاوز اجيب رقم 3، بسم الله، رقم 3. عاوز اجيب يا شباب في سي، طبعا في سي ثابته صح؟ دي سرعه ثابته. طب عاوز اجيب الفي دي، أو عاوز أجيب أوميجا 4، أوميجا اللينك ده. هجيب أوميجا 4 إزاي؟ مش أنت عندك في بي 4 والمركز ده يا جماعة الثابت عندي؟ يبقى كأنك بتقول هنا في بي 4 هتساوي الأوميجا بتاعة اللينك 4 ها؟ مضروب في إيه يا شباب؟ مضروب في المسافة اللي اسمها أي 1 4 لحد نقطة البي. يبقى أنت كده حضرتك جبت مركز إيه؟ أو جبت أوميجا 4 عندك. طيب عاوز اجيب في دي، اجيب الفي دي ازاي يا شباب؟ مش انت عندك الفي دي ممكن اربطها بالمركز 4 6 وممكن اربطها بالمركز سي زي ما تحب اهو. يبقى اقول هنا رقم 4، هقول هنا في دي هيساوي، طبعا الافضل اربطها بالمركز ده، يبقى هتساوي ايه يا شباب؟ هتساوي اوميجا 4 اللي انا جايبها من شويه في المسافه اللي اسمها سي دي. يبقى كده اعرف اجيب مين؟ اعرف اجيب الفي دي. ها؟ كمل معايا. عاوز اجيب اوميجا 5 اجيبها ازاي يا شباب؟ مش انا جبت الفي دي والدي مشتركه ما بين اللينكين، يبقى اقول اهو رقم 5، هقول في دي تاني هبني عليها اهو هتساوي اوميجا 5، بس المره دي بالنسبه لمركز مين؟ مركز مين يا شباب؟ الناس تايهه ليه؟ مش اللينك ده بيتحرك بالنسبه للمركز ده والدي مربوطه بالمركز ده؟ يبقى كانها مربوطه بيه اي
واحد خمسة لحد نقطة دي اللي اسمها اي اربعة خمسة. كده عندي في دي قبل كده، كده اعرف اجيب مين؟ كده اعرف اجيب اوميجا خمسة. اخر حاجة بقى عاوز اجيب سرعة السلايدر، ها؟ اقول هنا في اي هيساوي او في ستة هيساوي ايه؟ اوميجا خمسة اللي انا جايبها من شوية في المسافة اللي اسمها ايه يا شباب؟ اي واحد خمسة، ها؟ اي خمسة ستة. كده اعرف اجيب ايه يا شباب؟ اعرف اجيب في اي. صعبة مسألة رجالة؟ احنا خدنا فيها حوالي كام نص ساعة حل، بس طبعا حل مع شرح يعني. لو انت بقى بتحلها في الامتحان افرض ما اخدش منك اكتر من ربع ساعة. تمام؟ ربع ساعة. شايفين سهلة ازاي؟ ده مع ده مع ده حاجات سهلة جدا يعني. معايا يا باشمهندسين؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ حد عنده استفسار يا جماعة؟ طبعا مسائل الشيت اللي باقية كلها شبه الأنماط دي كلها، تمام؟ مش حاجة تانية عندنا إن شاء الله. أشوفكم على خير المرة الجاية إن شاء الله.